أهلا بكم في تواصل دوت كوم. أطلق النازحون السوريون في مخيمات محافظة إدلب نداء استغاثة بعد غرق مخيماتهم بالكامل بسبب الأمطار الغزيرة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن سكان مخيمات حرب النوش وتجمع الفردوس والشيخ بحر في محافظة إدلب أطلقوا نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية والإغاثية بعد غرق مخيماتهم بمياه الأمطار والسيول. نازح سوري ينشد بقلب يعتصره الألم من أمام المخيم الذي يقيم فيه شاكيا الأحوال الصعبة. دعونا نتابع هذا المقطع. قالوا من تحت الردم وش نشرح لها، ما تعرف غير المحبة بس وين أهلها، ويا ربي من عالي السماء نزلنا حلها، ملينا من هذا الظلم وجيناك إلى الباب، جيناك إلى الباب يا رب الأرباب، لاجئ على الباب يا رب الأرباب، لاجئ على الباب، كل الخلق يا خالقي باعونا بتراب، كل الخلق يا خالقي باعونا بتراب، ما كنت اظن العربان ما بيها فزعات، واهل اليشامر والعقل واخواتي واخوات، وين اللي صاحوا للذل هيهات وهيهات، ما جانا بس منهم خبر لا دزوا كتاب ولا دزوا كتاب، وين امة الاسلام اللي عددها مليار، ما شافوا اليتامى والنساء الاطهار، والنازحين اللي عافوا دار بإثر دار، لرحمتك يا خالقي افتح لنا باب، افتح لنا باب يا رب الأرباب، لاجئ على الباب يا رب الأرباب. أظهرت تسجيلات مصورة غرق مخيمات محافظة إدلب المكتظة بالنازحين بمياه الأمطار والسيول، ما شرد معظمهم في العراء، لنشاهد معا صرخة لاجئة سورية من داخل هذه المخيمات بعد أن غمرت المياه خيمتها قبل الانتقال لاستعراض عدد من التغريدات على وسم مخيمات الشمال السوري. فلنتابع. مشاهد مأساوية، كان الله بعونهم. دعونا نتابع بعض من التغريدات تحت وسم مخيمات الشمال السوري على منصة تويتر. قتيبة ياسين غرد وقال: تحتهم قماش بلاستيكي يحميهم من البلل أو الغرق، وبجانبهم حجارة رصفت كسد يحميهم من الطوفان، وفوقهم شادر يحميهم من المطر والسقيع. هل يوجد على وجه الأرض أطفال ظلموا أكثر من أطفال سوريا؟ ينام المظلوم قهرا لكن عين الله لا تنام. ماريا الشيخ قالت: أكبر مهزلة بالتاريخ، شعب أعزل يحتمي بقطعة قماش لا تقيهم حر الصيف ولا صقيع الشتاء، هربا من مجرم مستبد قصفهم بكل أنواع الأسلحة المحرمة، وما زال يطلق المجتمع الدولي عليه رئيس جمهورية. أحمد غرد وقال: 108 مخيمات في الشمال السوري تعرضت لأضرار نتيجة سقوط الأمطار، ضمن كل مخيم أقل شيء هنالك 1000 شخص يبيتون الآن في العراء في ظروف جوية قاسية. ورد غررت وقالت: لم تخذلك البرايا بس صيح يا رب مخيمات الشمال السوري. أكد مرصد أفاد الحقوقي أن الميليشيات تسيطر على محافظة ديالى، كشفا عن وجود سجون سرية لتغييب أبنائها بدوافع طائفية، واتهم المرصد أجهزة أمنية وإدارية في ديالى وعلى
رأسها المحافظ مثنى التميمي بالتواطؤ مع تلك الميليشيات، محملا حكومة الكاظمي المسؤولية عن تنامي دور وسلطة الميليشيات لتنصلها عن وعود أطلقتها بشأن كبح جماحها. بث المرصد شهادة لنازح من ديالى حول ممارسات الميليشيات في المدينة، لنستمع إليها سويا. الآن عندنا كثير من الأصدقاء راحوا دخلوا لديالى بعد ما كانوا نازحين، وخطفوهم على الطريق أو خطفوهم من سيطرة تابعة لواحدة من الميليشيات المعروفة هناك، مثل بدير، مثل جيش المهدي، العصائب وغيرها وغيرها من هاي الميليشيات المعروفة. يعني كل ديالى صارت حاليا تحت سيطرة هاي الميليشيات، وأنا كمواطن من أهل ديالى يعني أشوف أنه ديالى كلها بسكانها بحكومتها المحلية بالشرطة كلهم تحت سيطرة وسطوة هاي الميليشيات، وهم باعتبار مخطوفين. لذلك أنا ما تحملت هذا الوضع، وحفاظا على عائلتي وأطفالي طلعنا تركنا بيوتنا تركنا بساتيننا، وهسه بساتيننا وبيوتنا كلها عند الميليشيات اللي محروق واللي قاعدين بيه ميليشيات، وحاليا احنا نازحين بالسليمانية. المرصد وكذلك طلب بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التحقيق بالانتهاكات المروعة في ديالى ووقف جرائم التغيير الديموغرافي التي تجري بتواطؤ جهات أمنية وحكومية. دعونا نستمع كذلك إلى شهادة ثانية بثها المرصد لسيدة فقدت والدها وأحد إخوانها على يد الميليشيات المتغولة في محافظة ديالى، فلنتابع. أن المواطنة بنت الشهيد من محافظة ديالى، أحكي قصة أخويا وأبويا شلون انقتل. أخويا راح بالسيارة عبرية، ودع عبرية بالتاكسي، ودع عبرية بالطريق ماخذينه. أبويا عرف شلون خطف، ندور عليه، لقى طلبوا من عنده فلوس، راح عليهم قال له 3 أيام ونطلعه، 3 أيام فايد رايح رأسا مشتكي عليهم، من راجع قاتلين. والله شاهد على كل كلمة. دعونا نتابع تحت وسم العدالة لديالى الذي تصدر الترند في العراق، وهذا الوسم أطلقه مرصد أفاد. الصحفي زياد السنجري غرد وقال: دهسوا شقائق النعمان في الموصل الحدباء، وبعد أن أحرقوا نخيل البصرة الفيحاء يقومون اليوم بتجريف برتقال ديالى الجميلة. العدالة لديالى. الصحفي العراقي حسين دلي غرد وقال: نشدنا كثير من الزملاء والأصدقاء والأخوة والأخوات للمشاركة في حملة العدالة لديالى، فاستجاب البعض وخذلنا آخرون، وفي الحقيقة خذلوا أنفسهم عن نصرة المظلومين. هذه المحافظة المنسية التي يتواطأ عليها نوابها ومن يحكمها وكل الطبقة السياسية التي تغض النظر عن الجرائم الإرهابية للميليشيات. الصحفي العراقي كذلك عثمان المختار قال: العدالة لديالى ليس مجرد مطلب قانوني، لا توجد منطقة بكل الشرق الأوسط تعرضت لجرائم إبادة وتنكيل وتغيير ديموغرافي على يد الميليشيات والأحزاب مثلما تعرضت له ديالى. محافظها زعيم ميليشيا، وقائد شرطتها زعيم ميليشيا، والقاضي فيها ابن أخي زعيم ميليشيا، وضباط الشرطة فيها متورطون بالخطف والقتل. محيي الأنصاري غرد وقال: ما تعرضت له ديالى وأهلها طوال السنوات الماضية من بشاعة القتل والترهيب والتنكيل والتغيير الديموغرافي كفيل بأن يجعلها أسوأ بقعة للعيش في العالم. خسرت وظيفتي الحكومية وعملي الخاص، وتركت مدينتي كما يقول بعد سيل تهديدات ومحاولات اغتيال، وما زلت ملاحقا لأني صرخت منذ 2013 بالعدالة لديالى.
أقدمت القوات الحكومية على محاولة تفريق المحاضرين المجانيين المتظاهرين أمام دار ضيافة المحافظ علي دواي في محافظة ميسان، وذلك بعد الاعتداء على عدد منهم خلال تنظيمهم تظاهرة تطالب بالتثبيت على الملاك الدائم. دعونا نشاهد هذا المقطع. هاي الطليعة العراق، وهذه الكتل السياسية المجرمة التي خيبت آمال العراق، الله أكبر عليها. هاي الطيور الذهب، هاي أمل العراق أيها الجبناء، رئاسة الكتل السياسية جميعا. أنا جاي بدال بتي على هاي الطبقة الفقيرة، هاي الطلاب اللي تريد تعيين، صار لهم خمس سنوات بدون تعيين، أو طاحوا بهم وضربوهم. أرجع نبقى في ميسان، حيث قامت القوات الحكومية أيضا باستخدام خراطيم المياه لتفريغ خريجي كلية الهندسة المعتصمين أمام شركة نفط ميسان احتجاجا على البطالة وعدم التعيين رغم برودة الجو. مقطع مصور تداوله ناشطون وعراقيون على منصات التواصل الاجتماعي للحظة تفريق قوات الأمن للمتظاهرين الخريجين من كليات الهندسة في ميسان من أمام شركة نفط ميسان، فلنتابع. ونستعرض معكم تفاعل الجمهور على منصة فيسبوك ونقرأ بعض من التعليقات حول الأحداث في ميسان. حسين السلام قال: هكذا أصبح البلد العراق، أصبحت أصحاب الشهادات يقمعون من الظالمين الذين لا يملكون شهادة ولا إنسانية، إلى متى يستمر هذا الظلم؟ إلى متى؟ موسوية قالت: حتى ما يستوجب الماء الحار وهالتصرف في الطبقة مثقفة بالمجتمع، وهم طالعين مظاهرات واعتصامات سلمية يطالبون بحقهم. محمد علق وقال: يطالب مهندسو ومهندسات ميسان بإنصافهم وتحقيق مطالبهم أسوة ببقية المحافظات النفطية وغير النفطية، مضى عام ونصف على اعتصامنا ولم يتحقق أي شيء، ولم تنل ميسان أي درجة وظيفية، للعلم أنها ثاني أكبر محافظة بإنتاج النفط. أما أبو محمد فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، البلد نحو الجهل والتخلف. تداول ناشطون مقطعا مصورا للمتظاهر أحمد ماهر بعد اعتقاله وتعذيبه من قبل القوات الحكومية في العاصمة بغداد. أحمد ماهر أكد في حديثه بأن جهة حزبية تستقل سيارات بيك أب بيضاء اللون قامت بتعذيبه والتحقيق معه وسؤاله عن عدد من ناشطي التظاهرات بعد اختطافهم ساحل الطيران وسط بغداد قبل أيام. دعونا نستمع لجانب من شهادته في المقطع التالي. أكبر، الله لا ينطيهم، الله لا يوفقهم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا ناشط أحمد ماهر، خطفت قبل 5 أيام، خطفت من ساحة الطيران، خطفتني جهة حزبية بكمات بيض وكتلوني وعذبوني
شلون مكانات حساسة وكانوا يطلبون مني معلومات وأسئلة عن الناشطين. ذكروا هواي هواي أسامي من الناشطين، فوق 20 اسم. دعونا نقرأ من تفاعل الجمهور على منصة فيسبوك حول تعذيب الناشط والمتظاهر أحمد ماهر. هدى علقت وقالت: أكيد الميليشيات الوقحة التي لا تتجرأ الحكومة الموقرة للفظ اسمها. زيد الحديثي علق وقال: الميليشيات الوبائية الولائية هم الحكومة الفعلية متحكمة بكل شيء، والبقية عبارة عن واجهات لا غير من 2003 ولغاية يومنا هذا. محمد كامل قال: مقتدى الصدر والعصائب وفالح الفياض وأبو فدك ووراء عمليات الاختطاف والقتل لعنهم الله في الدنيا والآخرة. كما قال لمايا كما أسمت نفسها تقول: الله ينتقم منهم، شنو هالشر وهالحقد وهالأذية؟ شو وقت ينظف العراق من هالميليشيات والأحزاب وطيحان الحظ؟ هذا كله لأن طلع يطالب بحقه. دعونا نذهب إلى البريد الوارد. وصلتنا رسالة عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين، جاء فيها، دعونا نقرأ هذه الرسالة. السلام عليكم، بلا زحمة لدينا شكوى، أريد نوصل صوتنا عن طريق قناتكم، مقدمين على سلف مصرف الرافدين من شهر 9 ولحد الآن ماكو، خلصوها علينا قريبا وبعد توزيع الرواتب ومطلع العام المقبل، ولحد الآن نفس العبارات تتردد، أرجو توضيح الأمر. نذهب إلى الهاشتاج. مغردون يتفاعلون على وسم الميليشيات لا تبني دولة تعبيرا عن رفضهم لتغول الميليشيات الإيرانية في العراق وفي المنطقة كاليمن وسوريا ولبنان. دعونا نقرأ بعض من التغريدات على منصة تويتر. ميسم غرد وقال: ميليشيا حزب الله دمرت لبنان، ميليشيا الحوثي دمرت اليمن، ميليشيا الحشد الشعبي دمرت العراق، ميليشيات إيران الإرهابية دمرت سوريا، إيران وأذنابها أعداء لكل أسس الدولة، الميليشيات لا تبني دولة. أحمد: الميليشيات لا تبني دولة، من قتل المتظاهرين ودمر المنازل هم ميليشيات إيرانية بلباس الشرطة والجيش العراقي ليخلقوا فتنة بين أبناء الشعب الواحد كما هي عادتهم. علي عودة قال: الميليشيات لا تبني دولة، ميليشيات إيران هي من تدير الأمور في العراق ولبنان واليمن وسوريا، فهل تسيطر على الحكومة والمنافذ وكل شيء؟ يتساءل. مريم غررت وقالت: تريدون تبنون وطن وأكو ميليشيات، تريدون تنهون الفساد ومحاسبة الفاسدين وأكو ميليشيات، تريدون وعي وأكو ميليشيات، تريدون حق الشعب وأمواله ما تنسرق وأكو ميليشيات، تريدون دولة وقانون وأكو ميليشيات. الميليشيات سرطان يجب استئصاله، الميليشيات لا تبني دولة. دعونا نذهب إلى القصص المنوعة. إنسانيته انتصرت على عنصرية باريس، مواطن فرنسي يضرب عن الطعام تضامنا مع عامله الأفريقي. لنتعرف على قصته مع شبكة رصد. Je me présente, je suis Stéphane Ravaclet, je suis boulanger depuis 24 ans à Besançon. Et je vous présente l'ail qui est arrivé dans mon entreprise en septembre 2019. Et je me bats à l'heure actuelle pour que ce gamin reste en France et ait des papiers français.
تمكنت من تحويل آلة غزل واحدة إلى مصنع تصدر منه الملابس إلى أكثر من 40 بلدا. تعرفوا على قصة هذه السيدة التي أصبحت من أشهر رواد الأعمال في مدينتها مع شبكة إيجبلاس عربي، فلنتابع. Evdeki huzur yoksa zaten dışarıda başarı imkansız. Çok inandık. Severek evlendik ve bunun bir imtihan olduğunu düşündük. Allah'ın izniyle o imtihanı atlattık. وبهذا التقرير نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.